مرحبا خالي. اهلا وسهلا. يمكن ما عرفتيني مو هيك؟ لا والله ما عرفتك. مين بتكوني؟ انا الهام. الهام؟ مين الهام؟ الهام بنت خالته الهيثم. والسبع تنعام منك ومنه، شو بتريدي منه؟ يا ترى هو هون؟ لا مو هون، هلا طلع. لكن اذا ما في سئله بس يرجع قولي له خالتك بتضايقك. هذا اذا شفته، لانه انا ما عم شوفه منوب. يا سايري كنس الهوى للناس. ايه مراتب مين على الباب؟ وحدة فصعونة عم تسأل عن المقوص هيثم. قال شو؟ قال خالته الضرابة عم تسأل عنه. ايه وشو قلتي لها انتي؟ يو شو بدي لها؟ ينقلق ولا هي وياه؟ قلت لها مو هون. الله يصلحك يا مراتب، ليش هيك؟ ليش كسبتي على المخلوقة عيب؟ مراتب ما بيجوز. لا تنزع صباحنا، خلينا رايقينها واملي سيرة هذا البطيخ هيثم، بيكون احسن. مثل ما بدك، ماشي الحال. اشربي قهوتك قبل ما تبرد. وانت التاني مالك رايح على الشغل اليوم؟ امبلا رايح، بصير ما اروح يعني، بس الاستاذ ماجد قال لي تعال الساعة 10. ها، ومن امتى كان الاستاذ ماجد يتساهل معك كل هالقد؟ ما في بالعادة. مو قصة يتساهل يا امراتي، بس اليوم اغلب الموظفين رايحين يشقوا على المدير العام بالمستشفى، ومشان هيك سمح لي اتأخر. وليش ما اخذوك معهم انت التاني حتى تشق على المدير العام؟ مالك موظف مثلك مثلهم؟ هلا انا مثلي مثلهم، ليك التاني شلون بتحكي؟ اكلي على بعضي شقفت ازن بهالمديريه، لا راح ولا اجا، ما احلاني والله، ما احلاني داحش حالي بين هالامام ورايح شق على المدير العام. وليش لحتى ما تروح؟ شو انت حرف ساقط يعني؟ مو حرف ساقط، بس الناس مقامات ودرجات يا مراتب، ورحم الله امرأة عرف حده فوقف عنده. يو اسمعوا على هالسمعة، كمان بهيك شغلات في مقامات؟ وطي صوتك، لا تعيطي امراتب، اجا جارنا. صباح الخير جار. اهلين استاذ هيثم، صباح النور، ان شاء الله نهارك مبارك وصلاته على النبي. جار اذا حدا سأل عني انا رايح على القهوة، يمكن اشرب نفس ارقيلة. ايه شو عليه، ان شاء الله صحة وهنا حبيبي. بالمناسبة سألت عنا. مين سألت عنه؟ قصدك علي اجت لعنا هون؟ سألت عني انا مو عنه هو. عفوا، ايوه سألت عنها مو عنك. اسف حبيبي. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة.